وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. أرحب بك. أهلا بحضرتك فندم. أهلا أستاذ المشاهدين. دكتور، كيف قرأت أبرز ما جاء في مؤتمر اليوم، خاصة أنه كان نوع من المصارحة والمكاشفة التي استعرضت رؤية الدولة المصرية على مدار 10 سنوات تقريبا، وصولا لمجموعة من الإنجازات؟ أبرز النقاط التي لفتت انتباهك خلال جلسة اليوم. هو بالفعل كان يعني يبدو أنه كشف حساب، مكاشفة وصراحة لكل ما تم إنجازه في كافة القطاعات المصرية. يعني أكثر شيء يعني لفت الانتباه هو حجم الإنجاز الذي تم لا سيما في قطاع الصناعة، وتوجه الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذا القطاع بشكل كبير حتى يكون هناك زيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي، يكون هناك تشجيع وتمكين للقطاع الخاص بشكل أفضل، الإعفاءات والحوافز الجمركية التي تم إعطائها سواء كانت ضريبية أو جمركية للمستثمرين الجادين في ذلك القطاع. ايضا ابرز ما كان يعني كان موجود هو المشاكل التي واجهت المصريه، سواء كانت في حجم الاحتياطي النقدي المتاح للدوله المصريه، وكيف تم استغلاله واستهلاكه خلال السنوات من 2011 حتى 2013، وانخفض باكثر من 55% من 36 مليار الى اقل من 15 مليار دولار خلال سنتين فقط. وبالتالي بداية تكوين الدولة المصرية لاحتياطي نقدي من جديد، الأزمات التي واجهت العالم وواجهت بالطبع الدولة المصرية، سواء كانت أزمة فيروس كورونا، أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتحديات التي واجهت الدولة المصرية، والتعامل من خلال يعني سياسات اقتصادية وسياسات نقدية مع هذه الأزمات خلال الفترة الماضية، وأيضا الرؤية المستقبلية لما متوقع أن يتم إنجازه في مصر خلال السنوات القادمة، كل ده في ضوء رؤية مصر المستدامة 2030. كان هناك حديث على ما تم إنجازه وحديث مفصل على ما سوف يتم خلال الفترة القليلة القادمة بإذن الله. دعنا نتحدث عن أبرز المشروعات التي شهدتها مصر، لو تحدثنا يعني فيما يخص مجال الطاقة، وكانت هناك إشارة إلى أن مصر سعت على مدار السنوات لتنويع مصادر الطاقة، كيف أثر ذلك بشكل مباشر على موقع مصر في هذا المجال، وأيضا انعكس على المواطن المصري؟ قطاع الطاقة يمكن كان من أهم القطاعات اللي كانت الدولة المصرية بتستهدفها، وتم فيها عمل كبير جدا. نحن يعني لا ننسى أن خلال الفترة من 2011 حتى 2013 كان عندنا انقطاع كبير جدا في الطاقة، عدم توفير الطاقة، هناك يعني حجم الطاقة المنتجة كانت في حدود من 20 ل 22 ميجاوات، وكان استهلاكنا آنذاك في حدود 27، وبالتالي كان عندنا عجز كبير جدا. بدأت الدولة المصرية من خلال خطة عاجلة وهو تحسين كفاءة محطات الكهرباء الموجودة، وأيضا من خلال خطة طويلة الأمل من خلال التعاقد مع الشركات العالمية على رأسهم شركة سيمنز، والتي تم التعاقد على إنشاء أكبر 3 محطات كهرباء على مستوى العالم داخل الدولة المصرية، وأيضا التوجه إلى الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة، وتكون تمثل نسبة من إجمالي استهلاك الدولة المصرية. النهاردة بنتحدث على مشروع بنبان في أسوان، اللي هو مشروع الطاقة المتجددة، مشروع الطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم. نتحدث عن طاقة الرياح في منطقة الزعفرانة، نتحدث عن التعاون المشترك بين مصر والهند في إقامة مشروع في غرب سوهاج خاص بالطاقة المتجددة، نتحدث عن ما أفرز عنه ونتج عن كوب 27 من مشروعات في الهيدروجين الأخضر في منطقة محور قناة السويس، والنهاردة بنتكلم أن نسبة الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة داخل منظومة الطاقة في مصر بتتجاوز أكثر من 23% مقابلة للزيادة خلال السنوات القادمة لتصل لأكثر من 35% في عام 2030، وبالتالي تكون الدولة المصرية حققت الاكتفاء الذاتي من الطاقة أو احتياجاتها من الطاقة، ولديها الفائض التي تقوم بتصديره، سواء كان بالربط الكهربائي مع لبنان، الربط الكهربائي مع الأردن، الربط الكهربائي الذي سوف يتم مع السعودية، وأيضا هناك ربط كهربائي بالفعل يتم موجود حاليا بين مصر والسودان. وبالتالي هذا الملف يعتبر قصة نجاح تحققت خلال سنوات كبيرة، سنوات قليلة
منذ 2014 اخر 2014 حتى 2018 استعادت الدوله المصريه مكانتها، وده كان ليه اثر ايجابي على الاستثمار، لانه النهارده مش هيقدر يجي لاي مستثمر وانا ما عنديش الطاقه اللازمه لتوفيرها لتشغيل المصانع، لتشغيل الشركات، انقطاع الكهرباء بصفه دائمه، كان ده حائل دون وجود استثمارات اجنبيه او حتى محليه تاتي الى الدوله المصريه او تتوسع في مشروعات قائمه دون وجود الطاقه المهمه الموجوده أو اللازمة لتشغيل المصانع وتشغيل الشركات. نعم، كما كان هناك حرص على دعم الاستثمار، كان هناك أيضا استثمار في البنية التحتية على مدار السنوات الفائتة، ورئيس مجلس الوزراء ذكر أن الدول التنموية الناجحة تستثمر ما بين 20 إلى 40% من دخلها المحلي في البنية التحتية. يعني كيف تابعت ما قامت به مصر على مدار السنوات من مشروعات في البنية التحتية في مختلف المحافظات المصرية؟ دعنا نقول انه لا يوجد استثمار الا بدون مشروعات بنيه تحتيه، وان اي دوله النهارده الفارق او العلامه الفارقه بين دوله واخرى في مجال الاستثمار ومجال الاقتصاد ومجال التنافسيه العالميه هو حجم البنيه التحتيه التي لديها، والتي يستطيع المستثمر من خلالها ان يكون لديه الامكانيات التي يستغلها داخل هذه الدوله لاقامه مشروع خاص به. وبالتالي النهارده الدوله المصريه كان لابد من اقامه مجموعه من المشروعات البنيه التحتيه، سواء كان هذه المشروعات الطرق والكباري ومشروعات الصرف الصحي، مشروعات تحسين جوده الحياه، ايضا ان يكون عندي موانئ جيده تستقبل البضائع وتستقبل يعني خدمات الترانزيت على مستوى عالي، ويمكن ده ما كانش متوفر داخل الدوله المصريه. النهارده احنا لدينا ميناء زي ميناء شرق بورسعيد يحتل المكان رقم 10 على مستوى العالم في باعتبار من اكبر الموانئ الخاصه بالترانزيت والحاويات وتخزين الحاويات. لدينا التجديد الذي تم في ميناء الاسكندريه وميناء دمياط، وايضا مشروعات البنيه التحتيه هي كانت مؤهله وكانت العمود الاساسي لجذب الاستثمارات، وايضا كان لابد من الدوله المصريه ان تقوم بهذه المشروعات، لانه لولا هذه المشروعات ما كان هناك حديث عن الاستثمار او التوسع في الاستثمار او جذب الاستثمارات الاجنبيه والعربيه وايضا المحليه. نعم، كنت قد ذكرت دكتور عبد المنعم ما يتعلق بالصناعه المصريه والخطوات التي قامت بها الدوله في دعمها. فيما يتعلق بتوطين الصناعه، يعني هذا المفهوم الذي اشار اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا، اهميه توطين الصناعه في مصر والخطوات التي تمت في هذا السياق. الصناعة يمكن يعتبر أحد أهم العوامل التي تسعى إليها أي دولة تحقيق تنمية مستدامة. لا توجد دولة تحاول أن تحقق معدل نمو اقتصادي عالي وتحقق تنمية دائمة ومستدامة إلا عن طريق ساقين تمشي عليهم هي الصناعة والزراعة، أو على الأخص الصناعة، لأن الصناعة هي يمكن معامل تشغيل العمالة في هذا القطاع بتكون مرتفعة بشكل كثير، خاصة أنه عندنا مشروعات يطلق عليها كثيفة استخدام العمالة، وده هدف الدولة أن يكون هناك استخدام للعمالة بشكل أفضل وبشكل جيد، لا سيما أن احنا عندنا مليون مواطن يدخل في سوق العمل سنويا هم خريجي الدبلومات والمعاهد والجامعات المصرية، وبالتالي قطاع الصناعة له أولوية في عملية التنمية. الدولة المصرية كان لديها خطة تنمية داخل هذا القطاع، أنه هذا القطاع كان يمثل 11% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، النهارده وصل لأكثر من 18%، وخلال عام 2024 بإذن الله يكون تجاوزنا وفقا لما قال وزير التجارة والصناعة 20%، وبالتالي يكون هذا القطاع هو حلم. طب هذا القطاع يحقق للدولة المصرية إيه؟ أولا هيحقق للدولة المصرية تشغيل العمالة، يعني معناها تقليل لمعدل البطالة، هيوفر منتجات وسلع داخل الدولة المصرية، بالتالي هيوفر من فاتورة الاستيراد من الخارج، أيضا هذه المنتجات قد يعني إنها تكون وسيلة لزيادة الصادرات المصرية، وده بالفعل عندما اهتمينا بالصناعة المصرية كان هناك زيادة في حجم الصادرات المصرية التي تجاوزت أكثر من 35 مليار دولار، وهي قيمة الصادرات المصرية بخلاف الغير نفطية، بخلاف طبعا الصادرات النفطية اللي تجاوزت 12 مليار دولار من الغاز الطبيعي وبعض المستحقات البترولية.
والدولة المصرية في سبيل ده قامت بإنشاء أكثر من 17 مجمع صناعي، وهناك حاليا تجهيزات لأكثر من 6 مجمعات صناعية بهم أكثر من 5480 مصنع وورشة يتم تشغيلها، بالإضافة إلى المدن الصناعية سواء كانت مدينة زي مدينة غوبيكي، الاهتمام بقطاعات صناعية معينة زي قطاعات الصناعات الخاصة بالمنسوجات الخاصة بالأجهزة الكهربائية. كل دي هذه القطاعات كانت الدولة بتهتم بقطاع الصناعة عشان يكون حجر الأساس. طب توطين التكنولوجيا، لن يأتي توطين التكنولوجيا إلا من خلال التعاون مع المستثمر الأجنبي، بحيث يأتي باستثماراته ويأتي بالتكنولوجيا الحديثة ويتم توطينها داخل الدولة المصرية، ومن خلال الاتفاقيات التي عقدتها مصر مع سواء كان مع الدول الأفريقية زي اتفاقية الكوميسا، مع بعض الدول، مع تحالف زي تحالف البيتس، تستطيع الدولة المصرية تصدير هذه المنتجات بدون جمارك بدون ضرائب بعملات بتعامل بعملة محلية زي البريكس، وبالتالي يكون هناك توسع في هذا القطاع، وده الدولة اللي بتستهدفه، لأن احنا زي ما تم الحديث اليوم عنه احنا عندنا فاتورة الاستيراد التي تجاوزت 86 مليار دولار، بهم أكثر من 25 مليار دولار بمجموعة من السلع والتي يتم والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، تستطيع الدولة المصرية إنتاجها وهي تمثل سلع وسيطة يتم إنتاجها داخل الدولة المصرية بتكنولوجيا ليست عالية، بالإضافة إلى سعي الدولة المصرية إلى توطين تكنولوجيا حديثة، وده هيقلل فاتورة الاستيراد بشكل كبير، وأيضا هيساعد إن أنا أقدر أزيد من حجم الصادرات، لا سيما إن احنا بنتحدث أن الصادرات المصرية 85% منها هو جاء نتيجة الصناعة وجاء نتيجة حصيلة المنتجات التي يتم تصنيعها داخل الدولة المصرية. وبالتالي هذا القطاع له أهمية خاصة، والنهاردة بعد الإعفاءات الضريبية اللي أعلن عنها المجلس أعلى الإسمار منذ أسابيع، إعفاءات ضريبية سواء كانت 5 سنوات وقابلة للزيادة، إعفاءات على الأراضي، تسهيل إجراءات الرخصة الذهبية للمصانع بشكل كبير، كل ده هيجذب أو عوامل جذب للاستثمار التي تهدف الدولة المصرية ليكون دعم لهذا القطاع ودعم لتوطين تكنولوجيا حديثة داخل الأراضي المصرية بإذن الله. نعم دكتور، بالحديث عن الاستثمار، الدولة كما استثمرت في بنيتها التحتية وفي مجالات اقتصادية عدة، هي استثمرت أيضا في بناء الإنسان من خلال مجموعة من المبادرات، مجموعة من المشروعات، البرامج التأهيلية. كيف أيضا قرأت الإنجازات التي تحققت فيما يتعلق ببناء الإنسان المصري؟ كان واضح اليوم الحديث عن ما تم تحقيقه للإنسان أو المواطن المصري، سواء كانت من خدمات الصحية، توسع في بناء المستشفيات، التوسع في المبادرات الصحية التي تمت خلال الفترة الماضية، احنا نتحدث عن مبادرة زي فيروس، محاربة فيروس سي، مبادرة شلل الأطفال، مبادرات الكشف المبكر على مجموعة من الأمراض. كل ده مبادرات يمكن تكلفت كثير، لكن كان الهدف منها هو أن يكون المواطن المصري تقديم أفضل خدمة صحية ليه بشكل أفضل. أيضا الاستثمار في بناء المستشفيات، قيمة المخصصات المقدمة لبند زي أو مجال زي قطاع الصحة خلال ال8 سنوات الماضية أو ال10 سنوات الماضية، وكيف تطورت من 36 مليار و 40 مليار إلى وصلت النهاردة لمتجاوزة 173 مليار. أيضا في قطاع التعليم، سواء كان التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، يكون هناك زيادات أيضا في المخصصات المقدمة لبند التعليم. مش بنقول أنه ده كل شيء، ولكن على الأقل الدولة بدأت وساهمت أن يكون هناك تطوير. نحتاج إلى تطوير ونحتاج إلى تقديم خدمات أفضل، نعم نحتاج إلى تطوير وخدمات أفضل، ويمكن ده الحديث عنه أن خطط الدولة المستقبلية أن يكون هناك مزيد من تقديم المخصصات أو زيادة حجم المخصصات في قطاعي الصحة وقطاعي التعليم، سواء كانت من خلال استثمارات الدولة ذاتها أو من خلال جذب استثمارات من القطاع الخاص في هذين القطاعين لتقديم الخدمات، أفضل خدمات للمواطن وتحسين وجودة الحياة بالنسبة للمواطن المصري. نعم
دكتور عبد المنعم، ما يتعلق بجلسات الحوار الوطني أشار إليها أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي وضرورة الاهتمام بالنقاشات الخاصة بهذه الجلسات، يعني أهمية الحوار الوطني الذي تم في مصر ويعني هذا التواجد لأطياف الشعب المختلفة والتوجهات السياسية المختلفة، كيف انعكس من خلال القرارات التي ربما صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ما نتج عن بعض منها؟ الحوار الوطني كانت ليه جلسات مهمة جدا، ويمكن فكرة قيام الحوار الوطني هو أن يتسع صدر الحكومة لسماع آراء الخبراء والمختصين وطوائف كثيرة من الشعب، سواء كانت الأحزاب أو المراكز البحثية المتخصصة أو العلماء في شتى المجالات، حتى يكون هناك استفادة حقيقية في كل قطاع، وأن يتم السماع أيضا لوجهة نظر الحكومية. ويمكن أنا شاركت في كثير من اللقاءات الحوار الوطني، لا سيما في المحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وكان الحديث مثمر. على الأقل إن احنا وضحنا رؤية لكل قطاع بشكل كبير جدا، إيه هي المشاكل التي تواجه الدولة المصرية في كثير من مناحي الحياة المختلفة، وأيضا كان هناك استجابة سريعة لما تم في هذا الحوار على المستوى الاقتصادي والمجتمع اللي انا حضرته، وكان هناك استجابه لتعديل بعض التشريعات. يمكن ما تم الحديث عنه في قطاع الاستثمار ووجود او لابد من وجود حزم تحفيزيه للمستثمرين، ده كان نتاج للحوار الوطني، وهناك استجابه تمت بالفعل ليه من المجلس الاعلى للاستثمار باعطاء اعفاءات ضريبيه وباعطاء تسهيل في اجراءات التراخيص، وايضا في تعديل بعض التشريعات التي سوف يتم عرضها على مجلس النواب، يكون هناك تعديل في تشريعات قانون الاستثمار عشان يكون جاذب للمستثمرين بشكل افضل. نفس الحال تم الحديث عن كثير من السياسات النقديه وكيفيه ان يكون هناك سياسات نقديه جاذبه للاستثمارات، وان يكون هناك تنسيق ما بين السياسات النقديه التي تنتج او عن قطاع عن البنك المركزي المصري، وايضا سياسات نقديه ماليه واقتصاديه تصدر من وزاره الماليه وتصدر من الحكومه المصريه. والتنسيق ده هدفه ان يكون هناك الصالح العام، وان يكون هناك توافق عليها، وده ايضا تم في الحوار الوطني. فاعتقد جلسات الحوار الوطني بالتوصيات التي اصدرتها هي يعني تكون حجر اساس لفكره الاقتصاد المصري وكيف يخرج من الازمه الاقتصاديه خلال الفترات القادمه، وده هنشوفه بتحقق سواء كانت قرارات من المجلس الاعلى للاستثمار، سواء كانت بتشريعات جديده منتظر يعني حدوثها خلال الفتره القادمه باذن الله. نعم، مصر أيضا سعت لتكوين شراكات مع دول عدة يعني مختلفة في مستوياتها الاقتصادية وأيضا في قواتها السياسية، أهمية هذه الشراكات سواء مع دول عربية أو أجنبية لمساعدة مصر على تخطي بعض أزمتها الاقتصادية ولدعم اقتصادها؟ يمكن مصر من دول العالم القليلة التي قامت بعمل اتفاقيات دولية اقتصادية وتجارية على مستوى واسع خلال السنوات الماضية. احنا لدينا شراكة استراتيجية مع دولة الصين، لدينا شراكة استراتيجية مع روسيا، وده نتج عنهم وجود منطقة صناعية صينية وروسية داخل محور قناة السويس، لدينا اتفاقيات زي الكوميسا، لدينا اتفاقيات زي تحالف البريكس التي انضمت اليه. طب ده هيعود على الدولة المصرية بايه؟ هيعود على الدولة المصرية ان انا هستطيع من خلال جزء كبير من هذه الاتفاقيات التصدير والمنتجات المصريه بدون جمارك وبدون ضريبه، وبالتالي يكون هناك توسع وفتح اسواق جديده للمنتج المصري والحاصلات الزراعيه المصريه والخدمات المصريه بشكل افضل، وده سوف يحقق لنا حلم الوصول الى 100 مليار دولار اللي هو حجم الصادرات السنويه اللي باذن الله مفترض ان يتحقق خلال الثلاث سنوات القادمه كما تم الاعلان عنه. ايضا انه هذه الاتفاقيات هتسمح انه يكون هناك توطين للتكنولوجيا، هناك وجود جذب للاستثمارات الاجنبيه، تحالف زي البريكس وانضمام مصر ليه هيكون يعني مهم جدا في عمليه تبادل السلع والخدمات بين مصر وبين 10 دول بخلاف الدوله المصريه، هم قوام التحالف في البريكس، ان يكون هناك تعامل بالعمله المحليه والعمله الوطنيه فقط. يمكن ده شفناه ده من خلال اتفاقيات اخرها الاتفاقيه ما بين البنك المركزي المصري ومصر في الامارات،
ان يكون تداول للعملات او تداول للخدمات في حدود 5 مليار درهم اماراتي بما يوازي 42 مليار جنيه مصري، وبالتالي هذه الاتفاقات كلها هدفها جذب استثمارات، زياده توطين تكنولوجيا، زياده حجم الصادرات، ان انا اقلل الضغط على ميزان المدفوعات المصري، ان انا استطيع ان انا اتوسع في فتح اسواق وجذب استثمارات، وتكون مصر نقطه مضيئه على خريطه الاستثمار العربي وفي منطقه الشرق الاوسط بشكل كبير من خلال ما لديها من امكانيات وما لديها ايضا من اتفاقيات تؤهل وتؤمن عمليه التصدير وعمليه جذب الاستثمارات لها. أشكرك شكرا جزيلا للدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.